سميرة من الدار البيضاء. السلام عليكم وعليكم سميرة، السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك. لكن ممكن رفعي لنا صوتك شوية يا سميرة، ما كنسمعوكش بوضوح. نعم، دابا مزيان دابا مزيان. شي شوية، واش دايرة الكيت ولا شنو؟ لا ما دايرهش الكيت. اها، وشنو هو المشكل؟ ما عرفت والله ما عرفت. يلا دابا غير رفعي لنا صوتك شوية باش نسمعوك هو مزيان. اييه، غنعطيكم الفلافل. الفلافل. اها، ان شاء الله ربعة ديال الحمص يكونوا مرطبين وليلة كاملة. ربعة الحمص. ربعة الحمص مرطب ليلة كاملة. مرطب ليلة كاملة ومفكوه. ليلة كاملة ومفكوك. مفكوه. وبصلة، بصلة مشلضة. نعم، ولا كنقولوا له مفرك حيت شحال في الفاس وداكشي تيقولوا. نعم. شحال الفاس قلنا بصلة مشلضة. شنو قلتي؟ بصلة مشلضة. بصلة مشلضة. جوج معالق كبار الخبز محمص ومطحون. جوج معالق كبار خبز محمص ومطحون. ثلاثة ديال فصوص الثوم. اها، ثلاثة الفصوصة ديال الثوم. جوج بيضات. جوج بيضات. انا دابا راه كنصبغي كنغوت ياك معاكم. نعم. القزبر والمعدنوس. اها، قزبر ومعدنوس. خميرة الحلوة. خميرة ديال الحلوة. معلقة صغيرة ديال الكمون. معلقة صغيرة كمون. معلقة البزار. اها، معلقة البزار. نص نص. نص معلقة. انا بغيت نحرر لو سمعت الفلافل قلت صافي. غادي نديرو الهريسة، غادي نديرو اللي بغى الهريسة شوية الهريسة. نص معلقة البزار. اييه، غنديرو شوية الهريسة. اها، شوية الهريسة وشوية الملح وشوية ديال الملح. صافي، هادو هما المقادير. اييه، بالنسبة للطريقة كنخلطو هاد المقادير كلهم في الماكينة ديال الكفتة. صافي، وكنجمعوهم وكنبسطوهم بيدينا ونقليوهم في الزيت. صافي. نعم، هادشي صافي، هادشي اللي هادي هي الطريقة. هذا هو الفلافل. ايوا صافي، راه سهلة الوصفة هادي، غادي نجربوها. نعطيك الكاشر، عندي الكاشر بسميدة ان شاء الله فيما بعد، باش نبقاو غاديين في القانون، كل واحد عطى وصفة باش ما نميزوش وحدة على وحدة ويغضبوا عاوتاني مول البرنامج يقول لك علاش الأخرى خليتي هادو زوج الوصفات. صباحك مبروك ايضا، وتحيه ليك وتحيه لكل المتتبعين الاوفياء.